بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم إن شاء الله اليوم عن مشاكل الخيار الصيفي. تمام، مشاكلنا مع الخيار الصيفي. الخيار الصيفي كله مشاكل مع إن في مميزات. أول ميزة من مميزات الخيار الصيفي، أول ميزة من مميزات الخيار الصيفي رقم واحد فيه إنه هو النمو بتاعه سريع، ويعني بيبدأ يجيب معايا بسرعة. تمام، يعني على 30-35 يوم و25 يوم لو أنت زرع شتل، 30 يوم 35 يوم لو أنت زارع بذور، تمام، واعتنيت كويس هيبدأ يجيب لك ثمار. دي رقم واحد. رقم اثنين ان معظمه بيكون مالتي فروت، يعني مالتي يعني متعدد يا جماعة، يعني بتلاقي على كل عقلة زي ده هي كذا ثمرة. تمام، فده اصناف بنسموها اصناف مالتي. تمام، اهو زي ما انت شايف واحدة اثنين، هتلاقي فيه مالتي يعني على قد وكده، وفيه مالتي كتير طبعا، دي فيها خمسة ستة هي وهكذا يعني. تمام، فمعظم الأصناف الصيفية بتكون مالتي فروت، تمام، وبتكون سريعة وبتجيب فلوس بسرعة، ولكن يعيبها ان هي الأسعار بتاعتها بتكون رخيصة. تمام، طيب نيجي للفنيات بتاعت الخيار. أول حاجة المفروض أراعيها في الخيار الصيفي، أول حاجة ما تقلش الكثافة يا جماعة. يعني إيه؟ يعني ما زرعش بكثافة عالية. ليه؟ لأن الخيار الصيفي بيبدأ يطلع لي يعني نمو بتاعه بيكون سريع، وبالتالي الكثافة النباتية هي بتعمل لي مشاكل وبتحد لي من عملية ان انا ارش كويس او الاضاءة تدخل عندي كويس والكلام ده كله. فالكثافة العالية في الصيف انا ما برجحهاش لسبب بسيط، زي ما قلت ان انا ان الخيار بيبقى سريع في النمو بتاعه، وبالتالي بيدي نمو قدر كثيف، وبالتالي بيعمل لي مشاكل كتيرة في عملية الرش وانتشار الامراض وما شابه ذلك. تمام، دي اول مشكلة من مشاكل الخيار الصيفي. تمام، تاني مشكله في مشاكل الخيار الصيفي سرعه النمو. سرعه النمو رغم ان هي ميزه ولكن هي عيب في نفس الوقت، بمعنى ان عندي لو عندي مهندس مثلا ما خدش باله والشايف اللي فوق كده السطح بتاع البيت، ما اتكلمش على البيوت، بتكلم على البيوت الصغيره او البلاستيكيه، لو مظلله تظليل جامد وهو نزل سيادته تحت ان هو ابتدى يدي ميه كتيره، تمام، ابتدى يدي ميه كتيره، تمام، ومع تسميد وخصوصا تسميد ازوتي، فالنبات هيبقى النمو الخضر بتاعه كتير على حساب النمو الثمري، وهيهيج مني، هيحصل تهيج للنبات ومش هقدر اخد منه المرجو منه. ولذلك لازم اول حاجه تكون عندي الاضاءه واخد بالي منها كويس، ولو الاضاءه كويسه عندي يبقى ابص على عمليه الري بتاعتي، ما اسرفش في الري عشان ما اضطرش النبات لان هو يسرح ويوصل لسلك حامل المحصول بسرعه، وما يزال النبات رهيف والساق بتاعته ضعيف ما تتحملش اي كبوه او اي مشكله من المشاكل بتاعه النبات. لو نزلنا تحت هنا يا جماعه هلاقي شايف الساق، ما شاء الله الساق كويسه، يعني الساق هنا كويسه، الساق كويسه، تمام، النمو الثمري ما شاء الله ممتاز، يعني نازل كويس. شكل الثمره نفسها والقوه بتاعه الزهره يا جماعه نازله ما شاء الله، شايف ده تشوفه تقول كوسه ما تقولش خيار. ليه؟ العمليه ما ماشيه كويسه، شايف يعني التزهير وقوه شايف القوه بادئه منين؟ بادئه من العنق ده انتقالا للثمره الصغيره دهيت، انتقالا للزهره نفسها او النوره، بتبص تلاقي فيه تحس ان النبات قوي ومدي، يعني هنا مدي ثلاثة، هو واحد ادا اثنين ادا ثلاثة، واحد ادا اثنين ادا ثلاثة، مدي ثلاثة على العقلة مالطي، تمام، مدي هنا اثنين، مدي يعني تخيل ان انت تقريبا في شبر يعني 20 سنتي اهوت واخد لك 7 أو 8 ثمرات، لو الثمر فيهم ب 100 يعني بتاخد لك حوالي كيلو من 20 سنتي. فبالتالي بنقول لازم تحكم نفسك اولا بقصة الاضاءة عندك تكون كويسة، مراعاة الاضاءة، بيجتمع معاها عملية الري، بيجتمع معاها التسميد الازوتي، التلاتة ناخد بالنا منهم، لان هم لو الاضاءة ضعيفة عندي واسراف الري واسراف التسميد الازوتي يبقى هيوصل حامل المحصول في ظرف 15 يوم هيظهر ان الخيار هيوصل لك حامل المحصول ومش هتاخد منه حاجه. تمام، عينك على طول على مساحه الورقه والليف اريا دهيت، مساحه الورقه تبقى عندك كويسه جدا،
اللون بتاع الورقه يكون مظبوط. ده يتعمل بايه؟ يتعمل بالتحكم في عمليه الري، ان هي ما تكونش زايده وما تكونش برضو قليله، مع التسميد بتاعي يكون متوازن. هيديني الورق اللي عامل زي يعني ما شاء الله، شايف الورق قد ايه؟ شايف الورق قد ايه؟ يعني حاجه ما شاء الله صحيه جدا، تمام؟ نبات صحي جدا. دي حاجه. اللي بعد كده ناخد بالنا من مشكله المشاكل. مشكله المشاكل يا جماعه اللي هي ممكن تدمر لنا الخيار الصيفي، هي اول حاجه العناكب. طبعا بتنتشر وبتنتشر بقوه وبشراسه جدا. مشكلتنا في العناكب ان احنا بنحارب الحشره الكامله بس، وبنحط الابماكتين، اعتقد ان احنا حافظين اسم الماده الفعاله عشان سهل جدا، ونسينا المواد الفعاله الثانيه. المواد الفعاله الثانيه المفروض دوره حياه العنكبوت الاحمر ليه كذا طور من اطوار النمو بتاعته، فما بنتعاملش معاها على اساس ان الفيرتيميك بيقضي على الحشره الكامله بس. طيب الباقي تروح عند الراجل بتاع المبيدات تقول له انا عايز حاجات تانية تقضي على الاطوار التانية، ده زي دينسترابيا اللي هو في المملكه العربيه السعوديه، ده كويس جدا لو دخلته مع الفيرتيميك، تمام؟ المهم يعني الماده اللي عندك الفعاله اللي هي هترشها للفيرتيميك ما تقتصرش على الابماكتين بس، لا، في مواد فعاله تانية بتقضي على البيض، لان انت لما بتقضي على الحشره الكامله ما فيه اطوار تانية، يبقى انت ما عملتش حاجه، وبان الفيرتيميك بموت الحشره الكامله فانت قطعت راس الحيه وسبت الديل بتاعها، ما هي لها راس من الناحيه التانيه برضو، يعني هتعمل لك مشاكل كبيره جدا. فناخد بالنا من الحته دي كويس. دي بالنسبه للعنكبوت. بالنسبه لرش العنكبوت يا جماعه، دايما العنكبوت بينتشر على الوجه اللي تحتاني للورقه، لازم الورقه تكون فيها نضاره وتكون كويسه ويكونش فيها مشاكل، ويتم الكشف عنها بسرعه وبدوري، يعني كل يوم ويوم كده تدخل في البيت بتاعك تاخده في كل قوس، تلف لفه كده تقلب، وخصوصا الورق اللي تحت قد تجد فيه مشكله العنكبوت الاحمر، تقلب الورقه كده وتبص، هو بيقرا بالعين المجرده، حتى لو انت لابس نظاره تطمن هتشوفه يعني، تمام؟ دي بالنسبتنا اللي برضو في الرش يا جماعة. بالنسبة للعنكبوت يا ريت نحاول نجيب البشبور اللي هو بيبقى عامل كده، عامل كده، شايف بيبقى عامل كده، يعني بيجيب من تحت الياباني ده اللي هو برش، بيجيب سطح الورقة السفلي اللي هو بيبقى فيه مأوى للعنكبوت الأحمر. بعد كده البياض طبعا بيبقى خفيف عندي في الصيف، صعب يظهر، وان ظهر فطبعا احنا بنرش برضو رشات وقائية، ولو التهوية عندك جيدة مش هيحصل لك قصة البياض خالص، لا الدقيقي، وخصوصا الدقيقي بينتشر دلوقتي، ولا الزغب ان شاء الله تعالى، تمام؟ ولكن نرش برضو الرشات الفطرية بتاعتنا. وطبعا المبيدات موجودة كتير وبكمية كبيرة، وعايز تسأل طبعا عشان بس ما نخرجش عن الموضوع في عملية الفيديو، تمام؟ بعد كده الثاقب المص يا جماعه واللي هي مع الزبانه وعامله لنا مشاكل كبيره جدا، دي برضو نرشها رش دوري. ابدا اول الخيار ما يبدا معاك جديد، ابدا بمبيدات قويه، ما تخافش، قدامك 25 او 30 يوم هتقدر يعني يكونوا فتره تحريم لو رشيت اي مبيد قوي. بعد كده يا جماعه عندنا الوصفه السحريه، انك تحط لنا لو عندك المسبيلان عشان الثقيبة المصة مع الفيرتيميك، الاثنين مع بعض بيعملوا دويتو كويس، تخلطهم مع بعض وترش بيهم في اول الزرع مرة او مرتين او ثلاثة، هم الفترة التحريم بتاعهم 7 ايام لحد قبل الجمع باسبوع، وانت ترشهم مش هيخلوا لك اي ثقيبة مصة اطلاقا مع مبيدات برضو تانية. بالنسبة للثقيبة المصة مش هيسيب فيها اي اثر للعناكب ولا للثقيبة المصة، وتبقى انت ضربت عصفورين حجر واحد، انك انت شلت العناكب وشلت الثقيبة المصة، بحيث ان النبات بتاعك يدخل على مرحلة الجمع وهو سليم وفيه نضارة، التزهير بتاعه كويس زي ما انت شايف كده، هو مفيش الحمد لله اي مشاكل حتى الان ظهرت في نبات عمره تقريبا 35 يوم، تقريبا 35 او 37 يوم، وجمعنا منه طبعا جمعتين. يعني بنتمنى ان الناس، الزراعه سهله والله، بس عايزه يعني ايه ان الانسان يكون محب له. غير كده الصيف شايف طبعا ده اهمال عندي، ان انا طبعا في اجازه عيد وكده، فطبعا مش عارفين طبعا نلف الحاجات اللي وقع ده، هي المفروض بتتلف اول باول كده، ما نسيبهاش لحد ما بتوصل للحركه التمييل دهيت،
وطبعا باذن الله تعالى هنعمل فيديو برضو بكره ولا النهارده عن التربيه بتاعه الخيار الصيفي، مع ان هو انا مربي الصيفي زي الشتوي. مش عايزين يا جماعه يعني نسيب القصه دي. معروف ان الخيار تحت ما بيبقاش ملطي قوي، بس لما بيطلع فوق الدنيا بتتظبط معاه وبيبقى طبعا البيوت دي بتتزرع طماطم، فعشان كده عاملين ايه؟ عاملين الفيون كده هي، فبتزهقنا شويه في تربيه الخيار ما بنستخدمهاش، الاستخدام بتاعها بيكون في الطماطم. تمام؟ بنتمنى ان احنا نكون استفدنا من المعلومه دهيت عن الخيار الصيفي، والخيار الصيفي لذيذ وجميل وممتع وشكله بيشرح القلب، مشكلته الوحيده بس ان هو رخيص في السعر. كان الله في عونكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.